نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم. وفي عناوينها: خبر إنشاد القائد الأسير الشهيد ناصر أبو حميد. استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بعد معاناة مع السرطان وإهمال متعمد من قوات الاحتلال الإسرائيلي وإضراب عام يلف مختلف مناطق الضفة. مؤتمر بغداد بنسخته الثانية ينعقد اليوم في الأردن تأكيداً لدعم سيادة العراق وأمنه بما يسهم في عملية التنمية في المنطقة. بوتين يبحث في مينسك شراكة الاستراتيجية مع بيلاروسيا، والكرملين ينفي أي ضغوط من موسكو على مينسك للمشاركة في العمليات العسكرية الخاصة. لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تطلب توجيه تهم جنائية لترامب، والأخير يتهمها بالسعي إلى منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. استشهد الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد في مستشفى أساف هاروفي الإسرائيلي، وذلك نتيجة لجريمة الإهمال الطبي التي نفذتها إدارة السجون بحقه على مدار سنوات اعتقاله، والتي تسببت في إصابته بسرطان الرئة. وبعد إعلان نبأ ارتقاء الأسير، أعلنت مساجد مخيم الأمعري في مدينة رام الله الإضراب الشامل، فيما عمت التكبيرات سجون الاحتلال كافة، كما أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة الحداد في السجون والمعتقلات كافة وفي كل قلاع الأسر الإسرائيلي. ومن رام الله تنضم إلينا مراسلتنا نسرين سلمي. نسرين، المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا في مخيم الأمعري ما بعد إعلان نبأ استشهاد الأسير ناصر أبو حميد؟ طبعا منذ ليلة أمس، منذ إعلان عائلة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد بأن ابنها دخل إلى غيبوبة، خرجت مسيرات في كل أنحاء مدينة رام الله من مخيم الأمعري وانطلاقا إلى وسط مدينة رام الله تدعو لناصر أبو حميد، لكن مع ساعات الفجر الأولى أعلن عن استشهاده، وكان الأطباء قالوا أنه في ساعاته الأخيرة. طبعا تعالت الدعوات في المساجد، نعت الشهيد ناصر أبو حميد، وطبعا حركة فتح دعت إلى الإضراب العام والحداد العام في كل أنحاء الضفة الغربية، ليس فقط في مدينة رام الله، والمدن الفلسطينية تباعا تعلن الحداد والإضراب ودعوات إلى مسيرات وخروج في تظاهرات في وسط المدن الفلسطينية، في بيت اللحم، في الخليل، في رام الله، دعوات من أجل الخروج انتصارا لناصر أبو حميد وانتصارا لكل الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من جريمة الإهمال الطبي. ناصر أبو حميد محكوم بسبع مؤبدات وخمسين عاما، والأطباء كانوا أوصوا سلطات الاحتلال، أطباء يعني الأطباء في المستشفيات الإسرائيلية أوصوا بالإفراج عنه لأنه كان وضعه خطير جدا وكان يعاني في الفترة الأخيرة، قالوا لهم دعوه يقضي بقية أيامه في مع عائلته، لكن سلطات الاحتلال رفضت، وكان هناك عدة جلسات ومحاكمات من أجل محاولة الإفراج عنه، لكن قوات الاحتلال رفضت الإفراج عنه وتركته يعاني داخل الأسر إلى أن أعلن استشهاده. طبعا هو أصيب بسرطان الرئة، جرت له عملية في العام الماضي، لكن هذه العملية كان لها تأثير سلبي بسبب الإهمال الطبي مما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي بشكل خطير. عائلته زارته ثلاث مرات على الأكثر، لم يسمح لها بالكثير من قضاء الوقت معه، خصوصا أنه معظم الوقت كان في غيبوبة وكان في سجن الرملة، كان ينقل إلى المستشفيات المدنية ثم يعاد إلى سجن الرملة، حيث خضع يعني لوضع صحي صعب جدا وكان يعاني من الإهمال الطبي. طبعا الدعوات الآن للخروج في هذه المسيرات انتصارا لبقية الأسرى. عائلة الأسير أبو حميد قالت أنها لن تقبل العزاء بابنها طالما بقي داخل الأسر. طبعا قوات الاحتلال وكما هو متوقع لن تقوم بتسليم جثمانه، على الأقل حتى هذه اللحظة لن تقوم بتسليم جثمانه، وهو ما فعلته بأسرى سابقين استشهدوا داخل الأسر ورفض تسليم جثمانهم بحجة بقاء يعني إبقاء أجسادهم وجثامينهم مفتجدة إلى حين إنهاء محكوميتهم. عائلة الأسير قالت أنها لن تقبل العزاء وأنها ستبقى في حالة سداد إلى حين تسلم جثمان ابنها ناصر أبو حميد. طيب ابقى معنا زميلة نسرين سلمي لو سمحتي. ينضم إلينا الآن من رام الله رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية السيد قدري أبو بكر. نرحب بحضرتك سيد قدري. حتى الساعة تم إعلان الحداد
داخل سجون الاحتلال من قبل الأسرى، الحداد العام أيضا، إرجاع وجبات الطعام، التكبيرات أيضا ترفع، هناك نوع من حالة تأهب داخل سجون الاحتلال من قبل طبعا سلطات السجون تحسبا لأي تحرك من قبل الأسرى، وذلك ردا على استشهاد الأسير ناصر أبو حميد نتيجة الإهمال الطبي. وبالتالي لو تصف لنا الوضع بالتفاصيل داخل سجون الاحتلال، وضع الأسرى ما بعد إعلان خبر الاستشهاد بداية. سيد قدري، سنحاول عودة إلى السيد قدري أبو بكر، لكن نسرين أيضا كان هناك يعني جملة مواقف من قبل الحركة الأسيرة، هيئة شؤون الأسرة، فقط لو تضعينا في التفاصيل إذا كان هناك أي تحركات إضافية على ما ذكرناها من قبل الأسرة، الأوضاع إذا كانت ترد معلومات من داخل سجون الاحتلال. طبعا حالة التوتر الشديد تسود كل السجون الإسرائيلية، الأسرة قرروا إرجاع وجبات الطعام وأعلنوا الإضراب والحداد، قوات القمع الإسرائيلية تحتشد داخل السجون في هذه الأثناء كما وردنا في محاولة لمنع أي تحركات داخل السجون. هم يتوقعون أن يقوم الأسرى اليوم بخطوات يعني ضد مصلحة السجون الاحتلال بسبب يعني الجريمة التي ارتكبت بحق الأسير ناصر أبو حميد، فمن المتوقع أن يكون هناك حالة من التوتر داخل السجن. قوات القمع احتشدت على أبواب السجن تحسبا لهذا وبدأت باتخاذ إجراءاتها، الأسرى أخذوا يسبقون على الأبواب ويصبرون داخل باحات السجن، كما قلت أرجع وجبات الطعام وقالوا أن اليوم حداد وإضراب عن الطعام يعني حدادا على روح ناصر أبو حميد، وعلهم يسمعون صوتهم إلى العالم بأنه يكفي لجريمة الإهمال الطبي. إسرائيل تبقي الأسرى داخل السجون إلى حتى يصلون إلى مرحلة خطيرة من المرض، ولا تقدم لهم إلا أبسط أنواع العلاج، وترفض حتى السماح لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى بالتدخل من أجل علاجهم وتقديم العلاج الملائم لهم. هناك أكثر من 770 أسير في سجون الاحتلال، مرضى، عدد كبير منهم حوالي 100 أسير مصابين بأمراض مزمنة وأمراض خطيرة، وإسرائيل لا تقدم لهم العلاج المناسب، وحتى يعني يتوقعون أنه خلال المرحلة المقبلة سيكون الوضع أسوأ مع تولي الحكومة اليمينية المتطرفة الحكم في إسرائيل. لكن في كل الأحوال أوضاع الأسرى صعبة، نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى حملوا إسرائيل المسؤولية الكاملة عما جرى لناصر أبو حميد، وحملوه على مسؤولية وجريمة استشهاده كما حصل مع تعويضات ومع سامر أبو دياك في السابق عندما أهملت إسرائيل علاجهم واستشهدوا داخل الأسر، ومعظمهم كما قلت رفضت إسرائيل حتى تسليم جثامينهم لأهلهم حتى يدفنهم، وقررت إبقائهم داخل السجون لاستمرار أو بحجة استمرار محكوميتهم، وهذا مخالف لكل الاتفاقيات والمعاهدات وحتى حقوق الإنسان عندما يحتفظ جثمان أسير داخل السجن. ربما من المفيد أن نذكر أيضا يعني أيضا يعني بحسب ما ذكرت وتأكيدا على ما ذكرت، نادي الأسير أيضا نسرين قال بأن الاحتلال قتل ناصر أبو حميد عبر مسار طويل من المماطلة المتعمدة في متابعته صحيا، كما العشرات من شهداء الحركة الأسيرة الذين واجهوا جريمة الإهمال الطبي، وكان أبرز ما تعرض له ناصر التشخيص المتأخر بالسرطان، وذلك بالرغم من الأعراض الصحية الخطيرة التي كانت تظهر عليه حين كان يقبع في سجن عسقلان قبل شهر آب أغسطس من العام الماضي، حيث أعلن عن إصابته بسرطان الرئة في حينه، وكل ذلك نتيجة الإهمال الطبي. نعود إلى السيد قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، نرحب بحضرتك من جديد سيد قدري. كنا نسأل عن الأوضاع داخل سجون الاحتلال، عن أي تحركات ممكنة، كما ذكرت مراسلتنا نسرين سلمي وحدات القمع الآن تتأهب داخل سجون الاحتلال، طبعا القمع الإسرائيلي تتأهب وتتحرك أيضا داخل سجون الاحتلال تحسبا لأي تحرك من قبل أو ردات فعل من قبل الأسرى في سجون الاحتلال، وبالتالي الوضع والمشهد داخل هذه السجون. يعني بالأمس بعد ما نزل القائد إلى المستشفى في آخر لحظة، كان هناك في تصور انه راح يستشهد، وبالامس بداوا في تعزيز المعتقلات خلال الاحتياط طرف الحدود والشرطه وحتى من الجيش، وابسلوا الى داخل السجون داخل اسوار قصدي، وكانوا على استعداد تام لردات الفعل اللي راح تبرز من خلال الاطفال، لانه مش راح يمر استشهاده
هكذا، خاصة وأنه يعني استشهد بعد 30 سنة من اعتقاله داخل المعتقل، وهو أخ لأربعة أسرى مخطوفين لدى الحياة ولشهيد آخر. شهيد، نعم. الأخ ناصر أبو حميد كان يعني صورة واضحة خلينا نقول الإرهاب الإسرائيلي والإهمال المتعمد. أصيب بالسرطان، تم كشف السرطان بعد أشهر عديدة من إصابته. كان مستخدم في جسمه رفضوا فحصه في البداية، وكان متأثر جدا بعد ما اكتشفوا مرضه، فبدأوا في الكيماوي، لم يستطع أن يتقبل هذه الجرعات، فأوقفوا الكيماوي بعد فترة وجيزة، وقالوا أنه جسمي لا يتحمل، وترك يأخذ بالمسكنات فقط. نعم. يعني وكان ألام فظيع. المفروض في حالة ناصر أبو حميد أن يركز المستشفى، يأتي المسكن لكل ما يدخل إلى المستشفى، يعطوها المسكن ويرجعوه إلى قسم الرمضي. مع الأعداد والإسكان في الغاز لم تشاركوا خلال هذه الفترة. نعم. طيب سياسة الإهمال هذه أيضا كانت مسار إلى جانب سياسة ربما الضغط النفسي إذا صح التعبير. أيضا كان ممنوع من زيارة أهله ثلاث مرات على الأكثر، سمح لعائلته بزيارته، آخرها كانت بالأمس حين سمح لوالدته أيضا بزيارته وهو في غيبوبة، وذلك بعدما تم التأكد بأنه الحالة الصحية في تدهور كامل ويصل إلى حافة الموت. فقط لو تسرد لنا هذا المسار، يعني الطريقة التي تعامل بها الاحتلال مع أسير مريض يعاني هذه الآلام في مرض خطير وأيضا على حافة الموت من قبل سجون أو سلطات الاحتلال. يعني تمكن أهله أولا قبل حوالي أسبوع من زيارته، ووالدته وشقيقته وأشقائه الثلاث، يعني زاروا قبل حوالي أسبوع، وكان حالته الصحية طبعا مش متذكرهم أو مش قادر يشوفهم ولا يسمع صوته، حتى ما يقدروا يسمعوا صوته. فبالأمس لما نقلوا كان هناك في مساعي لزيارته وإلقاء النظرة الأخيرة. يعني الإدارة باستمرار كانت تتعامل مع الأهل بشكل يعني حد، بشكل يعني كثير في فتره، لدرجة أن والدته في أكثر الحالات لما كانت تروح على زيارته كانوا يرجعوها ينزلوها من الباص ويرجعوها ممنوع. هذه التصرفات مع الحالة الصحية. عفوا فقط لو عفوا سيد بكري رفان. سيد قدري عفوا، لم نستطع أن نسمع آخر جملة. كيف كان يتم التعامل مع والدته؟ يعني والدته كانت خلال زيارته، والدته لما كانت تروح كل شهر مره تروح لزيارته على المستشفى او السجن، كان يتم اعادتها، نزلها من الباص واعادتها، تكون ممنوع تزوري. هذه بالنسبه لوالدته، هذا يعني تصرف كمان جدا قاسي بالنسبه لاهله. هي حالات السرطان في الاستاذ عم نعملها بالبيت، واحتجاج الجثمين عمالها يعني ما بيخلي الجثمين حتى بعد اكتشافه. يعني هاي اخونا ناصر ابو حميد، هاي الحاله الاحداث من الشهداء اللي بيكتبوا داخل السجون بالسرطان الموجودين هذول، وما زالوا بيحتفظوا بجثمينهم. عندنا حاليا اكثر من 14 حاله سرطان مصابين، يعني زاد العدد اكثر من الضعفين يمكن. والخشي انه يزداد اكثر واكثر، لانه عندنا 700 مريض، عندنا 200 مريض مصابين بامراض مختلفه مزمنه. هذه الامراض اذا ما عولجت بالتاكيد رح تتفاقم الى امراض السرطان وغيرها من في غسيل الكلى. هذه يعني متوقعين العام القادم اذا ظل الوضع انه يصير العدد بالعشرات، ممكن 40 50 حاله سرطان، وهذه الحالات مآلها الى الاستشهاد. نعم. وكل الحالات اللي قاعدين بيستشهدوا قاعدين ما زالوا بيحتفظوا في جثامينهم. نعم. زي ما ذكرت حاليا في 11 جثمان مع الاقرب من 10. هذه حالات يقع على عاتق المجتمع خلينا نقول العالمي. نعم سيد قدري. محل حقوق الانسان ان يتحركوا فيها بالفعل، والتحرك ازاء هذه القضيه الانسانيه الكبرى. سيد قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية حدثنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. كما نشكر الزميلة نسرين سلمي مراسلتنا من رام الله.
حركة فتح دعت في بيان أبناء الشعب الفلسطيني إلى الإضراب العام والشامل في محافظات رام الله والبير وإلى مسيرات منددة بعملية اغتيال القائد ناصر أبو حميد. وحملت الحركة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو حميد، كما أكدت أن ما جرى هو عملية اغتيال مع سبق الإصرار واستمرار في استباحة الدم الفلسطيني. ومع استشهاد الأسير ناصر أبو حميد ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 232 شهيدا منذ عام 67 بحسب مكتب إعلام الأسرى، منهم 73 أسيرا استشهدوا نتيجة التعذيب، 77 أسيرا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي، فيما استشهد 75 أسيرا نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال مباشرة، واستشهد كذلك 7 أسرى بعد إصابتهم بأعيرة نارية وهم داخل المعتقلات. ونبقى في فلسطين المحتلة، حيث اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منطقة وادي معالي في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وحاصرت منزل الأسير المحرر عياد الهريمي في محاولة لاعتقاله. أهل المنطقة تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال، وسمع تبادل كثيف لإطلاق النار ودوى انفجار ضخم في محيط المنزل، ما أدى إلى فشل القوات المحاصرة في اعتقال الهريمي، لتقوم بعدها باقتحام منزله وعدد من المنازل المجاورة بحثا عنه مخلفة خرابا كبيرا. منسق عملية التسوية في الشرق الأوسط ترو وينسلاند عبر عن قلقه العميق لتصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي تجاوز هذا العام المعدلات السابقة، وأبلغ مجلس الأمن الدولي أن الاحتلال مستمر في تجاهل قرارات مجلس وفي هدم مساكن الفلسطينيين واستخدام العنف المفرط بحقهم. أود أن أكرر قلقي العميق للمستويات المرتفعة من العنف الذي شهدناها في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر العديدة الماضية. وقعت اشتباكات واحتجاجات وهجمات وعمليات عسكرية إسرائيلية شملت المنطقة ألف، واستمر عنف المستوطنين، ومنذ مطلع هذه السنة قتل ما يزيد على 150 فلسطينيا وأكثر من 20 إسرائيليا، وهو أعلى معدل وفيات يقع منذ سنوات. وللأسف استمر العنف في الفترة التي تلت إعداد تقرير الأمين العام، فمنذ 8 من هذا الشهر قتل 6 فلسطينيين بينهم طفلان على أيدي قوى الأمن الإسرائيلية، 4 منهم قتلوا أثناء عمليات بحث واعتقال نفذتها في جنين، وقتل آخر خلال تبادل نيران على إثر هجوم مزعوم بالنار قرب مستوطنة عوفر، وقتل شخص بحجة أنه كان يرمي الحجارة. ونددت الأمم المتحدة بطرد السلطات الإسرائيلية المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري، ووصفت الإجراء بأنه جريمة حرب. المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيرمي لورنس قال إن القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، وأشار إلى أن ذلك يمثل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة. ظاهرة نشر فضائح الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي على أيدي جنوده انضمت مؤخرا إلى لائحة التحديات الداخلية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي ويعجز بحسب معلقين عن السيطرة عليها أو ضبط انعكاساتها السلبية. هذا التقرير لهاني فحص. إلى لائحة التحديات والمشاكل الداخلية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي تنضم تحديات الواقع الافتراضي، ولا سيما تطبيق تيك توك الذي حول بحسب محللين جزءا من الجهد العسكري للقادة إلى ما سموه إخماد الحرائق الافتراضية، ولملمة الفضائح التي تنتشر كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي. لخلقهم بتسيبوا إسرائيلي. سلسلة من التلفيقات من داخل الجيش نشرها مقاتلو جولاني في شبكات التواصل الاجتماعي جعلت قائد لواء جولاني يبث رسالة لاذعة واستثنائية، جاء فيها أنه يرى في هذه الأمور تعبيرا عن انعدام الثقة بقادة الجيش.
ظاهرة نشر أخطاء قادة الجيش الإسرائيلي وتجاوزاتهم في العالم الافتراضي، والتي يرى فيها بعض القادة بصقة في وجوههم من قبل الجنود، باتت تقلق الجيش لأنها ساحة يصعب ضبطها وفرض الأوامر العسكرية فيها. فيما يتعلق بالجنود، هناك جيل جديد تماما ولديه عالم كامل في الشبكة يمثل منافسة للقائد، وهذا يجعل مهارة القيادة أصعب من السابق، لأن هناك رأيا عاما له تأثير على الجنود. وبالرغم من أن ظاهرة نشر مشاكل الجيش الإسرائيلي الداخلية لا تمثل تهديدا وجوديا، لكنها بحسب خبراء تجعل القادة يبذلون طاقة غير ضرورية وتضع الجيش في حالة إرباك دائمة، ولا سيما في ضوء حقيقة استمرار تآكل ثقة الجمهور الإسرائيلي بجيشه. أفاد مصدر عسكري سوري بتنفيذ القوات الإسرائيلية اعتداء بدفعات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبرية استهدفت نقاطا في محيط العاصمة دمشق. هذا المصدر أكد أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ، ولفت إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح إضافة إلى بعض الخسائر المادية. إلى العراق، حيث استشهد 8 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم مسلح شنه تنظيم داعش في قرية البوبالي بمحافظة ديالى شمال العاصمة العراقية بغداد. مصادر الميادين أفادت بأن عناصر من التنظيم استهدفوا مركبة يستقلها عدد من أبناء القرية، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم. وأشارت إلى أنه عند تجمع الأهالي لنقل المصابين تعرضوا لوابل من الرصاص، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء وإصابة آخرين. يعقد في الأردن اليوم مؤتمر بغداد بنسخته الثانية، والذي يهدف إلى تأكيد دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره بما يسهم في عملية التنمية في المنطقة. ويشارك في هذا المؤتمر قادة وممثلو كل من العراق والأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان وتركيا وإيران، كما يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد في مؤتمر قمة بغداد 2 أو أن مؤتمر قمة بغداد 2 يمثل منصة مهمة للعراق، وشدد خلال مؤتمر صحفي على دور العراق الريادي في التقريب بين وجهات النظر المختلفة. يوم غد سنشارك في مؤتمر قمة بغداد 2 والتي ستعقد في العاصمة الأردنية عمان. هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة للعراق لعرض أولوياتنا الاقتصادية والخدمية، والمشروع الذي نتبناه في تحقيق التكامل بين العراق ودول المنطقة، تكامل الخدماتي والشراكة الاقتصادية وسبل دعم العراق في هذا الاتجاه. كذلك أشار السوداني إلى الوضع المالي الجيد للعراق وقدرته على تحقيق الاستقرار لسعر الصرف قبل أن يضيء على آخر التطورات في ملف تهريب النفط. الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله ولله الحمد. وصلت احتياطيات البنك المركزي العراقي إلى مستوى 96 مليار دولار، وهذا ما يمكن البنك المركزي من تحقيق استقرار سعر الصرف. رؤيتنا واضحة في أن نستثمر الوضع المالي الجيد حاليا لبناء قاعدة اقتصادية صلبة والتقليل من الاعتماد الكلي على أسعار النفط. في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، نضع الرأي العام في آخر موقف. تم تفكيك شبكات التهريب، بلغت عدد شبكات التهريب التي تم تفكيكها في بغداد والبصرة وديالة وكركوك أسفرت عن مصادرة 1,781,971 لتر.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال عقب مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى حوار طهران، قال إن المحادثات مع السعودية ستستمر، وأشار قبيل وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان إلى أن مؤتمر بغداد 2 يمكن أن يكون خطوة للخروج من الأزمات الحالية. محادثاتنا مع السعودية ستستمر ومستعدون دبلوماسيا لإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي ولفتح السفارات. السعودية يجب أن تقرر كيف تنتهج سياسات بناءة تجاه إيران. مشاركتنا في عمان تهدف إلى تعزيز العملية السياسية في العراق وإظهار وجهة نظر إيران حول التحديات الإقليمية والدولية. نعتقد أن مؤتمر بغداد 2 يمكن أن يكون خطوة للخروج من الأزمات الحالية، وسنؤكد خلاله استعداد إيران للتعاون مع المنطقة بعيدا عن التدخل الخارجي. وفي الأثناء أعربت طهران عن أملها في حل الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستعدادها للعودة إلى التزاماتها النووية في خطة العمل المشتركة. هذا التقرير لمالك عبيدة. وابتزاز الدول برغم الضغوط السياسية ومحاولات الابتزاز الأخيرة من قبل بعض أطراف الاتفاق النووي، تعلن طهران مرة أخرى أنها لم ولن تغلق الطرق أمام محاولات إحياء الاتفاق النووي السابق، إلا أنها لا تقبل بحقوق منقوصة أو تنازلات. إيران آمادگی داره که نحن مستعدون للعودة إلى الالتزام بتعهداتنا النووية في حال التزم الأطراف الآخرون. لقد توصلنا في المحادثات النووية إلى حل الكثير من القضايا الخلافية وبقيت قضية الضمانات، ونأمل أن تحل خلال الزيارة الحالية لوفد الوكالة الدولية لطهران. عقائديا نعتبر تصنيع القنبلة النووية أمرا محرما، واستراتيجيا هو أمر لن يفضي إلى حلول. إذا لا تغيير في سياسات إيران الاستراتيجية، لا في برنامجها النووي ولا حتى في عقيدتها العسكرية، بل هناك قرار بمواصلة التطور على الصعد والمجالات كافة وبالرد على من دعم الإرهاب والتخريب في البلاد. المواقف والتدخلات غير المسؤولة لأمريكا وبعض الدول الغربية في الشؤون الداخلية الإيرانية هي استغلال سياسي لمطالب الشعوب. ما تتعرض له إيران اليوم هو حرب معرفية إعلامية تركيبية تهدف إلى زعزعة الأمن في إيران، وطهران حذرت الأطراف الذين يتدخلون في شؤونها بأنها ترصد بدقة هذه التدخلات غير القانونية وسترد عليها ردا قويا. ترفض طهران أي تدخل أجنبي في شؤونها وتدرك أهمية التعاون الإقليمي، وعليه تجدد دعوتها لجاراتها في الجنوب إلى تحكيم الصلح والصداقة والحذر من مشاريع الغرب الهادفة إلى عسكرة المنطقة بحجة الوقوف في وجه إيران النووية. تؤكد طهران ألا أبواب موصدة في برنامجها النووي، وما يمنع الوصول إلى اتفاق نهائي هو غياب الإرادة الفعلية لواشنطن وعدم امتلاك العواصم الغربية استقلالا سياسيا يمكنها من اتخاذ قرارات مصيرية في هذا المجال. مالك عابد، طهران، الميادين. مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي أكد أنه ليس بمقدور إسرائيل إلحاق ضرر كبير بالمشروع النووي الإيراني السلمي. وخلال مقابلة مع الميادين شدد مرندي على أن الإيرانيين قادرون على صناعة سلاح نووي ولا تستطيع أمريكا منعهم، لكنهم لا يريدون ذلك. الطرفان قريبان من الاتفاق، ولا شك في أن الإيرانيين قادرون على المستوى التقني على صنع سلاح نووي، ولكنهم قرروا ألا يصنعوا سلاحا نوويا ولن يقوموا بامتلاكه، والولايات المتحدة ليست في الواقع في مكانة تمكنها من منع إيران من التسلح نوويا. الوضع يتغير بشكل سريع، والحرب في أوكرانيا تؤدي إلى تسريع هذه التحولات الحاصلة في العالم. لذلك يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد النظر في سياساتها في المنطقة وأن تتعلم كيفية التعايش مع إيران. كذلك رأى الخبير الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي الأمريكي ريتشارد جوستن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يربط بين ما يجري في أوكرانيا والمفاوضات النووية، وعبر عن عدم اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي سيصل إلى وضع غير جيد بشأن إيران. جو بايدن قال إن إيران لن تستحصل على أسلحة نووية. هل تريد إيران أن تمتحن عزيمته وصبره؟ لنرى. آمل ألا يحدث ذلك صراحة، ولا أعتقد أننا قد نبلغ مرحلة حيث سيكون مجلس الأمن الملاذ الأخير
أو حيث سيتم اللجوء إلى مجلس الأمن لري ذراع إيران وإجبارها على القبول باتفاق ما. أعتقد أن الأطراف قادرون على التوصل إلى صفقة مقبولة بالنسبة إليهم من دون الحاجة إلى انخراط وإشراك الأمم المتحدة في ذلك. في غضون ذلك، ناقش مجلس الأمن الدولي قضية تطبيق قراره الرقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي مع إيران وسط اتهامات متبادلة بالعرقلة وإقحام قضايا لا صلة لها بالاتفاق. تقرير نزار عبود. لا تقدم سجل في المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن منذ أيلول سبتمبر الماضي، والصراع في أوكرانيا اختلط بخطوط الاشتباك مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. واشنطن تتهم موسكو بانتهاك الاتفاق النووي بنقل معدات عسكرية من إيران. مع زيادة تكامل إيران مع القطاع الدفاعي الروسي، نخشى المزيد من الانتهاكات مستقبلا. فقد لا تقاوم روسيا إغراء الحصول على صواريخ باليستية إيرانية كاملة. غالبية الدول الأعضاء أصرت على فصل الاتفاق النووي عما عداه، ووضعت روسيا المزاعم باستخدام قواتها مسيرات إيرانية في أوكرانيا في خانة التضليل المكشوف، ولحرف الاهتمام بالاتفاق النووي الذي انسحبت واشنطن منفردة منه. هذه المزاعم المكشوفة مختلقة وزائفة تماماً، ونحن على علم تام بأن ممثل كييف أخفق في تزويد إيران بشكل ثنائي بأي وثائق تثبت استخدام روسيا لمسيرات إيرانية المنشأ. أما إيران فحملت الجانب الغربي كل فشل في إحياء الاتفاق السلمي النووي، وأكدت استعدادها لاستئناف المفاوضات فورا، وردت على المزاعم بانتهاك قرار مجلس الأمن بشأن علاقتها بروسيا. إيران لم تنقل سلاحا إلى روسيا محظورا بموجب الفقرات A4 من الملحق من القرار 2231، وأي زعم عكس ذلك غير صحيح ومرفوض. ولإيضاح هذا نتواصل مع أوكرانيا لوضع حد لسوء الفهم هذا. دول وازنة في مجلس الأمن الدولي تتهم واشنطن بعرقلة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران بحجة وجود تعاون عسكري بين روسيا وإيران في أوكرانيا، وهي مسألة تنفيها الدولتان وتصران على فصل القضايا عن بعضها في القضية النووية. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. فصل قصير، نواصل بعده نشرتنا. أهلا بكم من جديد. نفى الكرملين التقارير عن أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنسك تهدف إلى إقناع بيلاروسيا بالمشاركة في العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال أن مثل هذه المنشورات يجب التعامل معها على أنها افتراءات غبية تماما ولا أساس لها من الصحة. وكان بوتين قد أجرى مباحثات في مينسك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أبدى خلالها استعداد موسكو لتطوير المشاريع النووية في بيلاروسيا. وأكد بوتين أن لا مصلحة لروسيا في ابتلاع بيلاروسيا، وقال أنه بحث مع لوكاشينكو التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي. يأتي ذلك على وقع بدء مناورات بحرية روسية صينية مشتركة هذا الأسبوع بهدف تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين. منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا وسعت موسكو ومينسك تعاونهما العسكري بشكل كبير، إن كان في المناورات أو في تعزيز قدرات بيلاروسيا. في إطار علاقة مشروع الاتحاد بين البلدين، تصب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مينسك ولقاؤه مع الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. مباحثات بين الطرفين تناولت الشراكة الاستراتيجية إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، كما ركزت على التكامل في إطار الاتحاد الروسي البيلاروسي.
بيلاروسيا شريكة لنا في جميع المجالات بما فيها الاقتصاد، ومن المهم العمل المشترك في مجال تطوير التقنية العالية. وصلنا إلى نحو 31 مليار دولار من التبادل التجاري بيننا، وسنصل إلى 40 مليار دولار في نهاية العام. الكرملين استبق المحادثات بنفيه أن تكون زيارة بوتين إلى بيلاروسيا تهدف إلى إشراكها في العملية الخاصة بأوكرانيا، فالزيارة تأتي بعد أسبوع من توقيع الطرفين بروتوكولا بشأن تعديل الاتفاقية المشتركة بين الدولتين حول توفير الأمن الإقليمي المشترك في المجال العسكري. تعزيز روسيا شركتها العسكرية مع محيطها يوازيه بدء مناورات بحرية مع الصين هذا الأسبوع، ولهذا السبب توجهت مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ من مدينة فلاديفوستوك للمشاركة في التدريبات البحرية الروسية الصينية التي ستقام في بحر الصين الشرقي. مناورات سيجري خلالها إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية مشتركة على أهداف جوية وإطلاق نيران مدفعية على أهداف بحرية، إضافة إلى تنفيذ عمليات مشتركة ضد الغواصات بالاستخدام العملي للأسلحة. أما الهدف الرئيسي لهذه التدريبات فهو تعزيز التعاون العسكري البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. لمع اسم محطة زاباروجيا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا وسيطرة القوات الروسية على هذا المرفق الحيوي والاستراتيجي المهم، فما هي هذه المحطة وماذا تضم؟ عبدالله ظاهر والتفاصيل. مرحبا بكم. في صباح الرابع من شهر آذار مارس الماضي سيطرت القوات الروسية على محطة زاباروجيا بعد قصف عنيف ومعارك ضارية مع الجيش الأوكراني في أول أيام الحرب. فما هي محطة زاباروجيا؟ هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات للطاقة الكهربائية في العالم، تقع في جنوب أوكرانيا في منطقة إنرهودار على بعد نحو 200 كيلومتر من حدود إقليم دونباس. تحتوي على 6 مفاعلات نووية صممها الاتحاد السوفيتي السابق، وتسمى مفاعلات القدرة المائية المائية التي يجري تبريدها، إضافة إلى تهدئة نيوتروناتها بالماء. بدأ العمل بتشييدها عام 1980، وتم توصيل مفاعلها السادس بالشبكة في عام 1995، حيث تمتلك كل وحدة من وحداتها الست سعة صافية تبلغ 950 ميجاوات كهربائي. تنتج المحطة نحو نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية وأكثر من 5 إجمالي الكهرباء المولدة في أوكرانيا، طاقة كافية لتلبية طلب نحو 4 ملايين منزل، ويعمل في المحطة نحو 11,000 موظف. بعد تعرضها للقصف العنيف إثر المعارك في محيطها، أثيرت مخاوف من وقوع كارثة نووية جديدة فيها كتلك التي وقعت في تشيرنوبل. ففي عام 1986 حصل أسوأ حادث نووي شهده العالم، حيث أدى اختبار غير سليم في محطة تشيرنوبل إلى انفجار كارثي في المفاعل الرقم 4 بعد فقدان السيطرة عليه، متسببا بانفجار وحريق كبيرين نتج عنهما تدمير مبنى المفاعل وانبعاث كميات كبيرة من الإشعاعات النووية في الغلاف الجوي. بعد بدء الحرب في أوكرانيا ودرءا للمخاطر ولعدم تكرار وقوع كارثة تشيرنوبل مرة جديدة، أغلقت شركة إنرشتوم المفاعلين 5 و6، فيما أبقت المفاعلات الأربعة الأخرى قيد التشغيل. لكن السؤال، ما هو أسوأ سيناريو يمكن حدوثه في زاباروجيا؟ الخطر الأكبر الناجم عن إصابة أحد المفاعلات بقذيفة أو صاروخ، ويكمن في الضرر الذي سيلحق بإحدى طبقات الحماية الخارجية للمفاعلات، ما قد يؤدي إلى حدوث تسرب إشعاعي بالتوازي مع خطر حدوث انفجار نووي أو هيدروجيني. توصل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على حد أقصى لسعر الغاز. هذا الاتفاق يأتي بعد محادثات على مدى أسابيع بشأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقساما في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواجهة أزمة الطاقة.
إنه لأمر إيجابي حقا أننا تمكنا من إعطاء إشارة جيدة كوزراء طاقة في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على حد أقصى لسعر الغاز ومتى يمكن تفعيل آلية تصحيح السوق. لم يكن من السهل تحقيق ذلك والوصول إليه. وافق القضاء البريطاني على خطة طرد مهاجرين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية إلى رواندا. وفي ملخص قرار المحكمة العليا في لندن أنه يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا وأن تدرس طلباتهم هناك بدلا من المملكة المتحدة. ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا تخالف اتفاقية جنيف للاجئين. هل يأتي يوم تبني فيه الدول الأوروبية سياجا حولها لمنع تدفق المهاجرين؟ وماذا عن مشروع قانون الهجرة في فرنسا الذي يصفه معارضوه بالعنصرية؟ غراسيا بيتار. في اليوم العالمي للمهاجرين ليست أوروبا في أفضل أحوالها، دعوة لافتة بضرورة بناء سياج يحيط بالاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين أطلقها رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر. دعوة تشي ببحث أوروبا عما يمكن أن يجعلها تتحكم بعدد المهاجرين الوافدين إليها بحرا أو برا، وهذا يعني أنها باتت في مدار فقدت فيه السيطرة أو توشك على ذلك. الصورة من فرنسا لكنها أوروبية الطابع. آلاف المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على مشروع قانون جديد للهجرة. نحن المطاعم والتنظيف ومساعد الممرض، نحن حضانة الأطفال ومساعدة كبار السن، نحن كنا وما زلنا، فلماذا لا يريدون منحنا أذونات العمل؟ مشروع القانون الذي يرفضه المتظاهرون يسمح بوضع المهاجرين الذين صدر أمر بترحيلهم على قائمة المطلوبين من أجل تسهيل عمليات الترحيل. نقاط عديدة في مشروع القانون المرتقب كانت محط انتقاد منظمات حقوقية على قاعدة أنه يزيد معاناة المهاجرين طالبي اللجوء أو من لا يملكون أوراقا خاصة بالهجرة واللجوء. وتعرب مسؤولة في منظمة العفو الدولية عن قلقها ولاسيما في الشق المتعلق باحتمالية أن يؤدي إجراء الإخطار التلقائي إلى عمليات إعادة قسرية غير قانونية لطالبي اللجوء إلى فرنسا. فهل تكون مثل هذه القوانين المدخل لتسييج أوروبا؟ وهل سيسير الاتحاد الأوروبي أصلا بمثل هذا الاقتراح؟ المؤكد أن مشكلة الهجرة في أوروبا كرة تكبر. خلصت لجنة التحقيق النيابية الأمريكية في الهجوم على مقر الكونغرس إلى رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التدخل فورا لمنع الواقعة ما يجعله عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي، كما أوصت اللجنة بالإجماع بملاحقة ترامب جنائيا. تقرير محمد كريم. قبل أيام فقط من استعادة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلس النواب الأمريكي، لجنة السادس من كانون الثاني يناير البرلمانية تصوت على توصية غير ملزمة لوزارة العدل بتوجيه تهم جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب وآخرين لتدخلهم في جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية والضغط على مسؤولي الولايات لكسب مزيد من الأصوات الانتخابية والتحريض على اقتحام الكونغرس والإدلاء ببيانات كاذبة. يمكن رؤية الدليل على ذلك في شهادة محامي الرئيس ترامب والعديد من شهود البيت الأبيض الآخرين. من تصرف على ذاك النحو في ذلك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددا أي منصب رسمي في بلادنا. إنه إذن غير مؤهل لتولي أي منصب. قرار محاكمة ترامب أو أي شخص آخر يخضع تماما لصلاحية وزارة العدل التي تجري تحقيقا منفصلا يقوده المحقق الخاص جاك سميث بشأن طريقة تعامل ترامب مع الأحداث التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية. المساءلة يمكننا إيجادها من خلال نظام العدالة الجنائية. لدينا كامل الثقة بأن أعمال اللجنة ستسهم في إعادة رسم طريق للعدالة وتوفر المعلومات للهيئات المعنية لإنجاز مهامها. دعونا نشر إلى أن هناك مروحة مساءلة
أشمل لمصلحة الشعب الأمريكي. أكثر من 1000 شهادة استمعت إليها اللجنة خلال تحقيقاتها التي استمرت أكثر من عام، وجمعت خلالها عشرات الآلاف من الوثائق. رافقها العديد من استطلاعات الرأي التي أظهرت أن 52% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب ينبغي أن يواجه تهماً جرمية. ويرى مراقبون أن هدف اللجنة من نشر تقريرها هو محاولة من الديمقراطيين مع عدد من قادة الحزب الجمهوري لإبقاء دونالد ترامب خارج البيت الأبيض والحياة السياسية بشكل تام. محمد كريم، واشنطن، الميادين. وهذه النشرة انتهت، والآن إلى العناوين. استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بعد معاناة مع السرطان وإهمال متعمد من قوات الاحتلال الإسرائيلي وإضراب عام يلف مختلف مناطق الضفة. مؤتمر بغداد بنسخته الثانية ينعقد اليوم في الأردن تأكيدا لدعم سيادة العراق وأمنه بما يسهم في عملية التنمية في المنطقة. بوتين يبحث في منسك الشراكة الاستراتيجية مع بيلاروسيا، والكرملين ينفي أي ضغوط من موسكو على منسك للمشاركة في العمليات العسكرية الخاصة. لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تطلب توجيه تهم جنائية لترامب الأخير يتهمها بالسعي إلى منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. للمزيد زوروا صفحات الميادين على الانترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.